سراي، يسعد صباحك يا زاهية. خي يا زاهية يا أختي. خير، هاتي الكردان بتاعي اللي عندك. ليه؟ هاتيه بس. في إيه حصل؟ عبد الرازق بعافية شوية، والحكيم عايز يعمل له عملية المصران الأعور. يا خرابي، هنعمل أهل الأعور وسنين السودة. وهنضحي بجزانك؟ أنت يا أختي مخليها للزمن، وهو في أهم من كده زمن يا سراي. طب ما يجيب من عند أهله. ده كلام برضه، وده وقته يا سراي. أنا خايفة بس لا يعرف إنك بتشيلي من وراه. يعرف ولا ما يعرف، أنا كل اللي هممني دلوقتي الأعور يا سراي. طيب يا أختي، اللي تشوفيه. الحمد لله على السلامة يا رب. الحمد لله على السلامة على رياضتك يا رب. الله يسلمك يا رب. خدتي يا أخويا، ادخل بيتك برجلك اليمين. بسم الله ما شاء الله، عين النبي حسك يا عبد الرازق أفندي يا ابن ستيت. يوه بلاش ستيت. أهلا يا رب. أهلا يا سعيد يا رب. نورت البيت يا رب. الحمد لله على سلامتك يا رب. عامل إيه من غير الأرض؟ زي ما أنت شايف يا غلط. نورت بيتك يا أخويا، ربنا ما يحرمناش منك يا رب. اقعد على مهلك. بص انا عامله لك ايه، شفشق ليمون اشرب منه، والطبسيه دي مليانه عصير قصب، قالوا لي القصب حلو بيلم الجرح على طول. اربع منه. طيب مش دلوقتي يا زاهي. براحتك يا اخويا، براحتك يا غالي. ايه مالك بتتنهد كده ليه؟ قول يا رب. لا يا ام المذاكره يا زاهي، الامتحان بقى على الباب. يا اخويا المذاكره هتروح فين والامتحان هيروح فين؟ الصحه هي التاج. طيب عايز انام شويه. وماله يا اخويا ماله، نام نوم العوافي. يلا يا عيال يلا بره، كنا عايزين نقعد معاك يابا شويه. معلش لما يصلب عوده هيشبعك وقعد معاه. يلا تعالوا انتوا بقى يلا. افرد جبتلك يا اخويا، افرد ما تشططش نفسك كده، افرد عشان تستريح. يلا يا عيال بقى يلا احنا نخرج، يلا خليك يستريح. مالك يما؟ انا كويسه، فيا ايه؟ شكلي تعبان قوي يا ابن امك، بقالها 6 ايام ما بتنامش من ليله ما ابوك عمل العمليه. ما تنعوش هم انتوا يا عيال، يلا عشان تذاكروا، بس مش عايزه دوشه عشان ابوكوا ما يقلقش. ايوه يا اللي بتزعق، بجيب قص اللبن وجاي. مين؟ عبد الرازق افندي. خير؟ اني نجحت، خدت الفرصه الحقوق يا زاهي. الف انحراب يا الف مبروك. ايه انت ايه؟ عايز اغرب عشان اهل البلد كلهم يعرفوا انه جوازي اتزين بالشهاده العاليه. اسكتي. في ايه؟ مش عايز اسمعك من زغراتي تاني، فاهمه؟ ليه كفل الشر؟ ربنا يجعل ايامنا كلها افراح وزغاريف. الحاجات دي بلدي، فلاحيني. فلاحيني؟ امال احنا منين؟ من المانيا الغربيه؟ ما احنا من الفلاحين. مش عايز كلام كتير. حاضر يا اخويا حاضر، احنا هنبوظ الفرحه عشان زغروتك. بناقص على رايك الفرحه في القلب، حتى الزغاريت غلبه. يكونش حد يا اخويا منعها زي ما منعوا زمامير العربيات في الافراح؟ انا عايز اكل. حاضر، هفقش لك بيضتين مع حته جبنه بالطماطم. مفيش غير الاكل ده؟ رضا، حد لاقي؟ طب هاتي بس اوام، عشان عندي حاجات كتير عايز اخرج اعملها. مش هتقعد معانا لما العيال تيجي ونعمل الشربات ونفرق على الجيران وجيران الجيران؟ شربات ايه؟ شربات احمر ورد. ولا اقول لك الشربات الاحمر فلاحيني، خليه مانجي، شربات مانجي. المانجي على فرنجي. وتلاقي مزعج الحقوق. خلاص اعملي اللي تعمليه، بس مش عايز دوشه. قوم غير هدومك يا اخويا وتعالى كل ربنا يجعل لك في كل خطوه نجاح يا عبد الرازق افندي يا ابن حواء وادم. صباح الخير. صباح الخيرات. الانسه سعاد والله. الانسه؟ انسه ايه يا استاذ؟ مش عيب؟ انا تقصد بحضرتك انها مدام يعني؟ كمان مدام؟ يا استاذ عيب، يا استاذ عيب كبير قوي. شايفني لابس كعب عالي وحاطط روج، شايفني عامل شعري مزمبليه وجاي من عند الكوافير، شايفني لابس بلوزه نايلون على شوبه ترجال. ايه ما اقصدش حضرتك، انا اقصد الانسه او المدام سعاد، وانا جبت سيره حضرتك. ما هو اللي قدام حضرتك ده هو سعاد نفسه، السيد سعاد او الاستاذ سعاد، وليس الانسه او المدام سعاد. يعني حضرتك اسمك سعاد؟ ايوه يا سيدي. طب ليه كده؟ عشان كل واحد يدخل يتريق عليا شويه، ادي السبب. ما اقصدش اتريق على حضرتك. ولا تتريق،
ابوها ما كانش بينشها صبيان، خافتني تحت باسم سهاد عشان الجيران ما يعرفوش اني ولد وعيش. عنيت الامرين من تحت راسي الاسم ده. الله يكون في عونك. انا عايز اقابل الاستاذ. خير؟ جنحه ولا جنايه ولا نفع؟ لا 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 ده ولا ده. امال ايه؟ بتاع التكييف الاستاذ بتاعنا ما بيحبش التكييف، بتاع التامين الاستاذ ما بيامنش، ما بيتفاءلش بالتامين. وعلى كل انا جايب له كارت من عبد الرؤوف بيه وهو حدد لي معاك. اه قول كده، حضرتك خريج الحقوق اللي عايز يشتغل هنا؟ ايوه بالظبط. لكن انا الاستاذ بتاعنا بيقول لي اعلم كل حاجه بالتفصيل. ما تلاحظنيش، انا كنت بحسبك اصغر من كده. انت كبير نسبيا ولدي خطا. هو موجود؟ موجود بس عنده زبون. يخلص تدخل انت. انا على فكره موسوعه في القانون، ما تبصش لمنظري وما تعتقدش ان كلامي بشنك. لا انا وكيل محامي على حق يا استاذ يا استاذ عبد الرازق. اطمئن يا مدام، مع السلامه. الله يسلمك يا استاذ بلتاني. الاستاذ خلص، عن اذنك حد له خبر. صباح الخير يا فندم. صباح الخير. اتفضل يا استاذ عبد الرازق. موجود يا فندم. اتفضل حضرتك. ثقه عبد الرؤوف بي فيك ثقه غاليه جدا. هو رغم اني ما كنتش متفرغ التفرغ تام للدراسة، انما جبت تقدير جيد جدا. ممكن ابقى في الجامعة لكن يعني انا مش غاوي سلك التدريس لاني مش ميالي. طبعا ان شاء الله يبقى لك مستقبل معانا هنا. انا يكفيني فخر اني اشتغل في مكتب محامي عظيم زي سيادتك، بالاضافة ان انا فعلا بحب المهنة. اشكرك يا سيدي. شوف، في شوية ملحوظات ونظام للمكتب والشغل هختصرهم لك في نص ساعة. تحت امرك يا استاذ. تحت امرك يا فندم. يا اهلا يا اهلا يا عبد الرازق افندي، يا نورتني. ايه ده؟ فيها ايه يا اخوي؟ فتح الباب وقعد القعدة المهببة دي كده ليه؟ يا اخويا بغلط فضلت خيرك البطة. اديتنا على قلبها بقى قد كده اهو. سكلوها بالهنا والشفا. بس ماليش كلام فارغ. قومي. فيها ايه؟ مش عايز اشوف المناظر دي تاني. شوية دورة بوكلهم للبطة، فيها حاجة دي؟ ممنوع، الحاجات دي ممنوعة. ليه؟ هما بيقفشوا اللي عندهم بط ودورة؟ شوف الجهل. يا ستي انت المناظر دي ما بحبش اشوفها. يا اخويا، يا اخويا بدل ما نشتري بطة بالشيء الفلاني، طول عمري بشتري بطتين صغيرين شرشيري بزغطهم لما يكبروا ويسمنوا عشان نقدر على المعيشة. كلام كتير. مش عايز اشوفك قاعدة القعدة دي تاني قدام الباب، انت فاهمة؟ حاضر يا اخويا، حاضر حاضر. الراجل جرى له ايه؟ خد يا اخويا. ايه ده؟ فراش المدرسه جاب لك الورقه دي من عبد الناصر. ارميها عندك. هو انت يا اخويا ما بتروحش المدرسه؟ فين المايه السخنه؟ حاضر يا اخويا حاضر.